120 ألف مكتتب لصيغة البيع بالإيجار ممن سددوا الشطر الثالث سيسحبون مقررات اختيار سكنتهم في غضون أسبوع إجراء يأتي بعد تقدم وكالة عدل في إنجاز السكنات على أن يتسنى للمكتتبين ممن سددوا الشطر الأول فقط ولوج موقع عدل لاختيار السكنات قريبا هذا ما كشفه وزير السكن على هامش ملتقى وطني جمعه بالفاعلين في القطاع وكالة عدل في الأيام القليلة القادمة ستحضر موقعها الإلكتروني وستستدعي وستت... 120 ألف مستفيد من برنامج وكالة عدل لأخذ مقرر اختيار السكن وليس الموقع السكن هذو كلهم المواطنين اللي دفعوا الشطر الثالث ألف وحدة سكنية ستطرح المناقشات للإنجاز وبهذه الطريقة ستسمح أيضا لوكالة العدل بفتح الموقع في الوقت المناسب لاختيار الموقع بالنسبة لما ما اختاروش المواقع وبهدف القضاء على أزمة السكن قررت الوصاية استحداث صيغة جديدة يسمح فيها لأصحاب الدخل المتوسط بتأجير السكنات دون تملكها بأسعار معقولة بين عشرة ألاف وخمسة عشر ألف دينار جزائري لا يمكن أن نبقى بها في صيغ الامتلاك المحض ولكن لابد الان ان نجد لهذه لسوق للسوق الايجاري حقه في في السوق الجزائريه سوق العقار الجزائريه اذا هي قلنا تكون فيها يعني ايجار مدروس هذا لا يعني ان يكون الايجار تاع 2000 دينار جزائري بالنسبه للاو جي هذاك السوسيال هذاك السوسيال يقعد يقعد سوسيال لازم نتفاهموا مليح الوضعيه اليوم ما نقدرش نكون نجوز من 45 الف دينار و 50 الف دينار ايجار وكي نجيبوا ايجار ب 10000 و 15000 دينار جزائري تقولوا غالي لازم نكونوا الحقيقه والصراحه تنوع السير السكنيه والاسراع في الانجاز هدف تصب اليه الحكومه للقضاء على ازمه السكن ازمه لزمت الجزائر منذ عديد السنوات